السلام عليكم، مرحبا يا صبايا ويا شباب. اليوم بدنا نحكي عن النصب والاحتيال اللي عم يصير مع السوريين يعني والعرب مشان يصلوا لكندا. كيف طرق العالم النصابين والمحتالين اللي عم يتبعوها لحتى يقنعوا هذا المسكين يلي مثل ما بيقولوا، يعني انا كثير عم بسمع لانه يعني غريق متعلق بهالشيء، يعني اساسا ما في اشي يتعلق فيها لحتى نقول غريق وعم يتعلق بأشي بده اشي يتعلق فيها. اول شيء بدي احكي شغله عن السفارات الكنديه بكل دول العالم لمعلومات الجميع. انا يعني اكاد اجزم انه ما في موظف واحد باي سفاره كنديه، موظف كندي ممكن يرتشى. السبب لانه عم ياخذ راتب عالي، يعني مو مثل جماعتنا اللي بيروحوا على السفارات بيندبوا واحد يطلع يشتغل بالسفاره بيقش الخمير والفطير يابي وبده يعمل ثروه من هالثلاث اربع سنين اللي بعتوا اياهم. لا، هدول الناس محترمين، والرشوه هون يعني جريمه، يعني شغله مو طبيعيه. يلي عايش بكندا بيعرف شو يعني هذا الحكي وشو يعني انه ما في رشوه بهي البلد، فما بالكون يعني بالسفارات. يعني قصة، يعني أنا بتمنى هالفيديو هذا يصل يعني للناس يوضح لهم إنه ما في شيء اسمه رشوة بالسفارات، لأنه غالبية النصابين عم يعتمدوا على إنه أنا بعرف حدا بالسفارة، بيعتمدوا على هذا الكلام. طبعا أنا ما فيني أشرح لكم كل طرق النصب بفيديو واحد لأنه حتى تحميله على الفيديو صعب يعني، فأنا اليوم راح أشرح لكم عن طريقة، أول طريقة مشان يلي بيمرق عليه هيك شغله يفهم انه هي عمليه نصب واحتيال. طبعا انا هي مسميها طريقه ال 200 دولار، وهي متبعه اكثر شيء بتركيا بسبب انه كان عندهم السوريين خلفيه انه بتعرفوا هذول اللي بدهم يطلعوا بالبلد من 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 تركيا لاوروبا، كانوا يحطوا المصاري بمكتب، بس يصلوا لاوروبا بيعطوا الرقم السري للي شوفير البلم بيقوم بياخذ مصاري. هلا العمليه تقريبا نفسها. هذا النصاب طبعا هو عنده بيبقى اسلوب بالاقناع، يا الله يعني شغله رهيبه يعني. طبعا بيجي بيقول لك اخي نحن بنجيب لك الفيزا، بنحط لك اياها على الجواز، انت ما دخلك خلال شهر بتكون بكندا او خلال شهرين. يعني انا شغلتنا نحن لا تعذب حالك، انت بس بعت لنا المعلومات، نحن بنقدم لك الملف على السفاره ونحن بنأمن لك الموافقه ونحن بنحط لك الفيزا، وانت بتعمل حالك تهالك الا بالمطار وطالع على كندا بتكلفك بقى. هلا طبعا هن الوقت بياخذوا معلومات الشخص، هذا الشخص بيقولوا له، بيشوفوا امكانياته 2000 دولار بيقولوا له 2000، هذا امكانياته 5 بيقولوا له 5، هذا امكانياته 7 بيقولوا له 7، بس هن ما لهم دايرين على هذا المبلغ. بيقولوا له اخي حط المبلغ عن طرف ثاني تمام الحكي، عندك هالمكاتب 2 3 4 اللي هنين طبعا بيكون هن متفقين مع المكاتب اوريدي، يعني لانه ما بتصير هيك، وخذ رقم سري ولا تعطيني اياه لحتى احط لك الفيزا وتصير بالمطار. اخي يعني ما في احلى من هيك، يعني معناتها انا ما في علي اي خطر. طبعا عمولة المكتب 200 دولار او 250 دولار ليحفظها الامانة عنده. طبعا انت بتروي يا لطيف خلاص اخي نحن ما حندفع شيء، يعني نحن ما لنا ليش لنخاف، ما حندفع شيء، ما حندفع له شيء. بياخذوا المصاري بيحطوهم بالمكتب، بياخذوا الرقم السري بيحتفظوا فيه، طبعا بيدفعوا عمولة المكتب اللي هي 250 دولار او بيكونوا لسه مو دافعينها بيدفعوها بعدين. المهم بيعطوا المعلومات لهذا الشخص المحتال، بيجي المحتال هذا طبعا بياخذ المعلومات بشكل هيك يعني مدروس يعني متقن، انه ما في لعب ما في كذا، وبيسأله بيستفسر منه وا 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 الى اخره. بعد شهر بده يقول له تليفون او الشخص نفسه بيتواصل معه بيقول له دعني اشوف لك ملفك، بيقول له والله اسف للاسف الرفض من كندا الملف، يعني نحن في غيرك طلع بس انت رفض ملفك من كندا، شو العمل؟ والله لا تاخذنا ومصرياتك موجودين بالمكتب فيك تروح تاخذهم. فطبعا الزلمه بيركض على المكتب بيقول له انه بدي المصاري لانه ما مشي الحال، يعني ايه تكرم عينك ترك بيناولوا المصاري كاملين، بينقصوا منه العموله اللي هي 200 250 دولار. طبعا الشخص الثاني يلي انبعث له المعلومات هو ما ساوى شيء، هو يمكن سجلهم على الدفتر،
على دفتر من دفتر السماني، يعني على الكمبيوتر ما دخلون، ولا تواصل مع حدا، ولا بيعرف حدا، لا بسفاره كنديه ولا بغير سفاره، ولا بيقدر ولا بيسترجي يتواصل مع حدا بهالطريقه هي. بس هو شو اخذ ال $200 او ال $250؟ هذا اللي بده اياهم. لانه انت تخيل، يعني خلينا نقول 1000 شخص عم يجي بالشهر، ولا بالشهرين 1000 شخص، ولا بالثلاث اشهر 1000 شخص، يعني عنده 200 250 الف دولار. ايه بيستاهلوا الواحد يعمل مشانهم موقع، ويعمل مشانهم صفحة، ويتعب عليها. هي الصفحة تبع دقيقة ونص، مساواتها بدقيقة ونص يعني. فأنا بتمنى أنه يعني أنا راح طبعا مثل ما قلت لكم راح أكل أعمله على أجزاء، لأنه ما عم يتحمل معي بسهولة على اليوتيوب. كل مرة راح أحكي لكم فيها طريقة من طرق النصب يلي أنا عم بكتشفها شخصيا، واللي رفقاتي كمان عم يخبروني عليها. هلأ بتمنى كمان شغلة تانية من الكل، انه اخي اي شخص عم ينتصب عليه رجاء، يعني مش الحال وانتصب عليه، رجاء يحكي يفضح النصاب. ليش؟ لانه هذا النصاب يا اخي اذا انت تركته رح يروح ينصب على غيرك. اذا انت ما حكيت انه انتصب عليك وقت اتبعت هي الطريقة، في الاف غيرك رح يروحوا يتبعوها. لانه مثل ما قلنا ودائما بيقولوا لي هاي الكلمة، انه اخي الغريب يتعلق بأشي. لك ما في أشي يتعلق فيها، ما في أشي. ضبوا مصرياتكم يا اولاد الحلال، واتقوا الله بحالكم. يعني لا تخلوا العالم يضحك عليكم. هذا اللي بدي اقوله اليوم عن هي الطريقه. كل يوم ان شاء الله او كل يومين راح انزل لكم طريقه جديده للنصب، لانه العالم الحقيقه وصلت القصص لمرحله شيء لا يطاق. مثل ما في تجار حروب وناس بتستغل الحروب، في تجار ازمات كمان، وفي ناس تجار بشر، وفي ناس تجار، وفي محتالين، وفي نصابين، وفي يعني شو بدي احكي الواحد. برجع بقول لكم رجاء انتبهوا على مصرياتكم، لانه ما في شيء اسمه اخي نحن بنساوي لك وراءك لكندا ومنطلعك لكندا بهالطريقه هي اللي عم تنحكى. يلا باي باي.